الحكم عبد الله الفضيل. يطلق صفيرة الكابتن والحكم عبد الله الفضيل الكرة لمصلحة لاعبي فريق الأهلي الذي يتواجد على يمين الصورة مشاهدينا الكرام، وعلى يسار الشاشة بالقمصان الحمراء يتواجد فريق اللاعبين السابقين لناديهما. نتحدث عن عماد الدهماني لاعب فريق الأهلي السابق والمدير الفني ومدرب الفريق الحالي، وكذلك هو الحال لأسامة الأحمادي من نفس الجيل عندما كان يلعبان والآن على رأس الإدارة الفنية لكل فريق. أبو الكرة في خطة في وسط الملعب أمامنا على الصورة، أسامة الأحمادي على تنفيذ الكرة، منصور رزق يلعب كرة منصور باتجاه أنيس السلتو، الكاك والمصري حسام حسن بالإضافة إلى التونسي قلب الدفاع وسام بوسنينة. كرة تلعب خير تصل سهلة عند حارس المرمى محمد نشنوش كابتن وحامي شباك وعريم فريق الأهلي. يلعب كرة نشنوش باتجاه منصور، ساحة العمري كرة خطيرة لصالح فريق الاتحاد العمري، أولى الكرات الخطيرة على مرمى فريق الأهلي. الكرة بين أقدام لاعبي الأهلي، محمود عكاشة يلعب كرة طويلة عالية باتجاه حسام حسن، كرة بالرأس والأقرب هو عبد العزيز. الرباعية والدور النصف النهائي السيمي فاينل دورينا الفريقان. جابرييل كاك على الجهة اليمنى، كرة خطيرة كاك يعكس العرضية ولكن معاد الأخيرة عن طريق جابرييل كاك من الجهة اليمنى. هناك بطاقة صفراء وانذار، هي اللقطات وان تكون المباراة وتدور في كنف الروح الرياضية هي 90 دقيقة او 120 دقيقة. كرة تلعب عند ربيع الشادي، الشادي يلف يدور يسيطر على الكرة، تولى التالق كان موجود من محمد الترهوني، جابرييل كاك، جابرييل يوصل الكرة على اليمين، حسام حسن يصوب كرة خطيرة، حسام حسن يصوب كرة خطيرة ومحاولة كانت خطيرة على مرمى معاذ اللافي. يوم يجمع بين الفريقين ويوم الجمعة 24 لقاء جمع بين اللقاء بين الفريقين، وهذا هو النهائي يحمل الرقم 126 على مستوى الأرقام. ربما لدينا بعض الإحصائيات وبعض الأرقام لبطولة الدوري في هذا الموسم الكروي، نتحدث عن 530 مباراة لعبت في هذا الموسم، وهذا هو اللقاء الذي يحمل الرقم 531، اللقاء النهائي الذي سيتم تحديد من خلاله هوية صاحب اللقب، لقب بطولة الدوري لهذا الموسم الكروي 2020 من نهاية الدوري الليبي لكرة القدم في هذا الموسم. عبد العاطي يلعب باسي على تنفيذ الكرة الثابتة، يلعب على مستوى القائمة الثاني، كرة خطيرة داخل المنطقة ناجي حسام بدون رقابة، فرصة لعب الكرة الأرضية، حسام يعكس الأرضية خطيرة والإبعاد، خطيرة والإبعاد من الصبو كنية عن طريق الترهوني، الترهوني يلعب الكرة على مستوى القائمة الثاني، رأسية وسام ولكن سهلة في أحضان اللافي معاد، رأسية بوسنينة والكرة سهلة في أحضان اللافي، بدل ضايع لدقائق وأجواء الشوط الأول. تلعب الكرة من المنير على مستوى القائمة الأول، الكرة خطيرة والرأسية موجودة من ربيع الشادي، يعني كرة ومحاولة جابرييل كاك على الجهة اليمنى يسيطر على كورة جابرييل، صراع ثنائي مع المدافع محمد المنير، تشتاحها يمشي الترهوني، فرصة لعب العرضية، يلعب العرضية خطيرة ولكن الكرة أقرب على الدكة، كرة عند السلتو، يتفوق السلتو من أمام ناجي والصافرة موجودة والخطأ. الحكم عبد الله الفضيل ما بين شوطي اللقاء، بكل تأكيد الشكر موصول للأساتذة والكباتن محمد سليمان الفاخري وفرج جحشيش. اللاعب متوقف، اللاعب لا يزال متوقف أصدقائي أعزائي المتابعين للاطمئنان على سلامة المدافع. الكرة الليبية الأهلي والاتحاد، خطأ وصافرة موجودة، والظهير الأيسر لفريق الاتحاد محمد المنير، ربيع الشادي، عمر الخوجة، الخوجة واشتراك ثنائي مع بدر حسن وعبد الله الفضيل، يعطي خطة للخوجة، عمر الخوجة أمامنا لقطة الإعادة للاشتراك الثنائي مع بدر حسن متوسط ميدان، وجبريل العمري كرة خطيرة ضاعت، علي العمري كما جاءت صوبها وانا شنوش يتصدى ويتألق للمرة الثانية من امام علي العمري، التصدي والتألق كان موجود من محمد نشنوش في اللقطة الماضية. زملاء في الاخراج وفي الاعداد بكل تأكيد، وايضا مخرجين ومصورين على هذا المجهود، 45 سنة هذا اللقاء الذي يديره هو اللقاء رقم 13 في بطولة دورينا. جانبية رمية التماس، جانبية رمية التماس كما يشير عبد الله الفضيل لصالح فريق الاتحاد، تلعب الكرة
علي العمري الان عند ربيع الشادي في محمد الترهوني يلعب الكرة على مستوى الراس، راسية جات من المصري حسام محمود عكاشة، واحد على واحد معاد، مرور معاد يبحث عن العبور، لاعب معاد باتجاه الزعبية، كرة بالراس في مرة أولى وفي مرة ثانية، كرة خطيرة دربكة كانت موجودة بين وسام بوسنانة، محمد الفرجاني الذي سيدود عن مرماه وسيتصدى لركلات الحظ الترجيحية. في انتظار استناف اللاعب من جديد، أنت ربما في انتظار صافرة نهاية الوقت الأصلي وكذلك الوقت المضاف كوقت بدل ضايع، والأمور ستتجه إلى ركلات الحظ الترجيحية. معنا على الصورة الكابيتانو محمد المنير على تنفيذ هذه الجانبية، رمية التماس، محمد المنير يلعب كرة خلفية باتجاه حارس مرمى محمد الفرجاني، الفرجاني يلعب كرة طويلة عالية. وفي هذه اللحظات أصدقائي أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة ليبيا الرياضية، حكم لقاء الكابتن عبد الله الفضيل يطلق صفيرته معلنا نهاية الوقت الأصلي والأساسي لدقائق وأحداث نهائي الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم بين فريقي الأهلي والاتحاد بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف. بعد لحظات بكل تأكيد سنتجه بشكل مباشر لركلات الحظ الترجيحية لحسم مصير لقب الدوري الليبي لكرة القدم في هذا الموسم.